السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هولندا داروا واحد البرنامج جديد للهجرة، برنامج حديث وسهل جدا، ممكن أي واحد يتقدم لهذا البرنامج هذا ويعمر كي كنقولوا لا دوموند ديالو ديال الهجرة. طالبين بزاف ديال العمال في مختلف المجالات. فالشروط اللي كاينة وهي أول حاجة أنهم كي كنقولوا تكون عندك واحد كي كنقولوا عرض عمل. فاش كيكون عندك هذا العرض عمل كتدخل كي كنقولوا الموقع الرسمي ديال وزارة الهجرة ديال هولندا وكدير لا دوموند ديالك، طلب الهجرة الى هولندا. بيان سور يكون عندك واحد العرض عمل عنده واحد المشغل اللي كيعطيك واحد كي كنقولوا واحد ليكري اللي كيعرض عليك واحد العمل، ولا كيعرض عليك واحد ستاج، ولا كيعرض عليك واحد التدريب، ولا كيعرض عليك مقابلة عنده تما. كي كنقولوا عرض عمل كتجيبو غادي نخلي لكم في صندوق الوصف بعض مواقع بحث على العمل في هولندا، وبعض مواقع ديال دي سوسيتي شركات كبيره في هولندا اللي دايرين حملات توظيف اكطويلمون، ونحن بتواصل معهم. فغادي تلقاو هاد الشركات هادو في صندوق الوصف. ما عليك الا تصيفط السيره الذاتيه ديالك ولا ليتر دو موتيفاسيون كما اقول دائما، هي خطاب تحفيزي لكي تبين لهم على انك محفز، على انك جدي في الموضوع، على انك لديك الكثير ما تعطي، وعلى انك عندك واحد الخصال حميده، تفني في العمل، وعلى انك انسان موهوب ولديك الكثير ما تعطيه لذلك الشركه. فهناك العديد من النماذج ديال كي كنقولوا ديال الخطابات التحفيزيه موجوده في موقع جوجل، ممكن ان تستعينوا بها. فغدير واحد الخطاب تحفيزي والسيفي السيره الذاتيه وتصيفط لهذ المواقع هادو، راه في طالبين في جميع التخصصات وجميع المجالات. صيفط لو سيفي ديالك، صيفط ليتر دو موتيفاسيون وتسنى يوصلك واحد العرض عمل. فاش يوصلك عرض عمل غتدخل لو دوزيام سيت اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، الموقع الرسمي للهجره الهولنديه. وكذلك اول حاجه غتدخل مواقع بحث عن عمل، ثاني حاجه فاش يجيك عرض عمل ولا انترفيو، غير انترفيو من عند مشغل معترف به بيان سور، بالخاتم ديالو يجيك غير في كي كنقولوا دير لا دوموند ويجيك يجاوبك المشغل. غادي يدخل من بعد فاش يجاوبك المشغل غادي يدخل صيفط الاول والثاني والمئة حتى يصيفط لك مشغل عرض عمل ولا انترفيو. غادي يدخل لو دوزيام سيت اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، اللي هو لو سيت ديال وزارة الهجرة الهولندية، اللي غتعمر فيه طلب الهجرة ديالك باقي من الهاتف بالميل بالاكسبيريونس اللي عندك بعرض العمل اللي هو مهم اللي غيطلبوه منك وزارة الهجرة الهولندية، ودير واحد لو تيست ميديكال بيان سور على انك خالي من الامراض المعدية ولا تعاني من اي مرض مزمن، ما عندكش مرض مزمن وانت بصحة جيدة. فغادي تلقاو كي كنقولوا لو سيت فين غادي تلقاو عرض عمل، وحتى لو سيت فين غادي تعمروا لا دوموند ديميغراسيون طلب الهجره. هادشي كله غادي تلقاوه في صندوق الوصف. حد موفق للجميع، بارطاجيو هاد الفيديو باش الفائده تعم الجميع. هذا برنامج جديد وحديث كي كنقولوا بالنسبه للناس اللي باغين كي كنقولوا يستافدوا من خدمات المكتب، اللي بغاو يجيو للمكتب كي كنقولوا ونخدموا لهم الملف باحترافيه وكي كنقولوا بفعاليه، واننا نتوصلوا لهم مع شركات، ولا اننا كي كنقولوا نحن باتصال مع الشركات هناك ومع جمعيات اللي كيطلبوا العمل التطوعي كمتطوعين في مع عمل خيري كتطوع. التطوع تو ما تسهلوش، كاين اللي كيقول لك التطوع عمل تطوعي مع جمعيه خيريه هناك ما غيعطيوكش واحد الاجر كبير. نعم ما غيعطيوكش واحد الاجر كبير، ولكن هذه خطوه نحو الامام، خطوه نحو ذلك البلد ان كنت تريد الهجره الى ذلك البلد. غتمشي تما ومن بعد غادي يعطيوكم بيان سور السكن، الماكل، المشرب، المواصلات، ولكن انت في نفس الوقت كتقلب على عمل اخر. نهار غتلقى عقد عمل دائم هناك، غادي تمشي للمكتب الاجانب وتقلب لو ستاتيو ديالك من عمل تطوعي غير محدد المده الى عمل دائم غير محدد المده، ويعطيوك لاكارت دو ريزيدونس انك تولي مقيم هناك بشكل دائم، تقلب لو ستاتيو ديالك. فهذه خطوه نحو الامام، نحو ذلك البلد ان كنت تريد الهجره. فاللي بغى يستافد من خدمات المكتب غادي نخلي رقم الهاتف ديال كي كنقولوا بعض الكاتبات معنا في المكتب او المساعدات معنا في المكتب، اللي بغى استشاره كي كنقولوا دو بلوس معمقه، او اللي بغى يحجز موعد باش يجي من اجل استشاره في المكتب، او ايداع الملف.
فكنخدموا على طلبات الهجره سواء كندا ولا هولندا، كنخدموا على لي دوسي تهيئ الملف من اجل طلب تاشيره سياحه اللي بغى يدفع فيزا توريست. المواعيد عندنا كاين بزاف ديال الناس عندهم مشكل في المواعيد، ما كيلقاوش المواعيد ديال مع القنصليات، المواعيد متوفره عندنا، ولا كسوا اللي باغي يدفع العمل التطوعي. يوميا الحمد لله تنخدموا الدواسه ديال الناس وربي كيسر لهم، فحنا غير سبب ربي اللي كيسر في الفيزا ديالهم، حنا كنخدموا لهم على لي دوسي باحترافيه. يوميا حنا كيف نقولوا نعلم ماذا يجري داخل اسوار القنصليات. لماذا؟ لاننا نشتغل مع القنصليات بشكل يومي، كندفعوا لي دوسي ديال الناس وكيجينا رد، فكنعرفوا الدوسي فين غيمشيو وفين عند من غيمشيو وكل غيتريتيه، هادشي كله كنعرفوه لان هذا داخل في السير المهني. كنديروا ايتود، شي كنديروا ايتود دراسه حول القنصليات، شكون القنصليه اللي كتعطي شكون اللي ما كتعطيش، على حسب الضافيه. ماذا تعني الضافيه؟ وهي كتلقى بعض المرات بلد ما مسهل الاجراءات ديال التاشيره. علاش؟ لان باغي يزيد في عدد السياح، باغي يزيد في عدد السياح من اجل انتعاش اقتصادي، انتعاش سياحي، كيسهلوا اجراءات التاشيره في واحد لابس دو طون، واحد المده معينه. حنا كنكونوا بعلم بذلك، كنديروا ايتود، فكنعرفوا القنصليه اللي كتعطي عندها من الدوسي غيتحط فين غيمشي، هادشي كله كنعرفوه داخل في السير المهني. كنديروا ايتود، هادشي اللي كاين دراسه باش كنعرفوا هاد المعطيات. فيوميا الحمد لله الناس كياخذوا لي فيزا ديالهم، نسبه رفض شبه منعدمه الا في حالات قليله، لكن شي واحد عنده شي مرض مزمن دار تيست ميديكال كاين عليه شي كونطار دو ترافاي ولا عمل تطوعي ولقى شي انومالي شي مرض مزمن او لا، ومع ذلك ما كنتخلاوش عليه. اللي كيجي اللي اقل ما يمكن نجيبوا لواحد هو العمل التطوعي، اقل ما يمكن نجيبوا لواحد. فكنخدموا لي دوسي ديميغراسيون، طلبات الهجره، وحتى لي دوموند دو فيزا، طلب التاشيره، كنديروا لا بريباراسيون دو دوسي، تهيئ الملف من اجل طلب تاشيره سياحه. كنهيئوا الملف، لان الملف فاش كطلب فيزا القنصليه بيان سور القنصليه لها معايير، لها تطلعات. الملف ديالك خصو يستجب مع المعايير والتطلعات التي تطلبها القنصليه. داك لي بابي اللي كطلب القنصليه وداك الشيء اللي خصو يكون عندك، موفمون بونكير كنخدموا لك عليه، فيديوسيير كيخدم لك عليه، لو ستاتي جوريديك ديالك، انه تكون عندك الصفه، تكون عندك الصفه. لا ما عندكش عمل او لا كتبيع وتشري في فيسبوك، عندك شي باش كنديروك بطاقه مقاول ذاتي او لا ندخلوك شريك في شي شركه باش تولي عندك الصفه، الصفه انك عندك شغل. لو موفمون بونكير بيان سور، لو ستاتي ديالك يكون عندك موفمون بونكير كنخدموا عليه، ندخلوك شريك في شركه باش تولي عندك اتيستاسيون دو ترافاي، بولتان دو باش يكون كنخدموا عليه، اي لو بلون توريستيك، برنامج سياحي، ماذا ستفعل في ذلك البلد، ما هم المدن التي ستزورها. كنديروا حجوزات مبدئيه، حجز مبدئي للطائره، حجز مبدئي للفندق، حجز مبدئي للمواصلات، باش كنثبتوا للقنصليه، نثبتوا ليها كيف نقولوا البرنامج السياحي ديالك. فواحد لابس دو طون بيان سور كنقادوا البرنامج السياحي بما في ذلك لاسيونس دو فواياج، تامين على السفر ضروري يكون عندك تامين على السفر باش لا قدر الله وقع لك شي طارئ هناك وخصك تعالج او لا يرجعوك، كيكون داك الشيء على نفقات لاسيونس تامين ماشي على نفقات ديك الدوله. فكيكون التامين لو بلون توريستيك، برنامج سياحي، كذا كذا، هادشي كله كنخدموا عليه باش كندفعوا للقنصليه طلب ديال التاشيره، يكون ملف يستجيب مع المعايير التي تطلبها. ولله الحمد كلشي كياخذ لي فيزا ديالو الا حالات نادره جدا، واللي ما خدا اللي كان عنده شي انومالي اقل ما يمكن نجيبو ليه هو العمل التطوعي. الله يسهل الامور الجميع، الله يسهل الامور الجميع، ونطلبوا من الله عز وجل كيف نقولوا يسهل الامور الجميع، واللي فيها الخير الله ياتي بها. والعنوان ديال المكتب غتلقاوه في صندوق الوصف، كاين ناس كيجيو من جميع المدن المغربيه بشكل يومي عندنا المكتب من اجل استشاره او ايداع الملف. كيجيو ناس من طنجة، كيجيو ناس من مراكش، داخلة من العيون، من بني ملال، الخريبقة، أكادير، من وجدة، كيجيو يوميا عندنا المكتب من أجل استشارة أو إيداع الملف. غادي تلقاو العنوان ديال المكتب في صندوق الوصف، وحتى رقم الهاتف اللي بغى يتواصل هاتفيا مع أحد المستشارين اللي معنا في المكتب، دي كونسيي دي كونسيير، كتيبات معنا في المكتب أو مساعدات معايا في المكتب اللي بغى يتواصل من اجل حجز موعد للاستشاره او من اجل ايداع الملف او مهما كان لا دوموند. هذا شرف لي ان استقبلكم وان ازودكم بالمعلومات اللازمه في كل ما يخص الهجره، ان نجاوب على الاسئله ديالكم ونساعدكم في كل ما يخص الهجره. هذا شرف لي وشرف كبير. خليت لكم وراحه الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله. الله يعاونكم، تبارك الله عليكم.